مو من السهولة أن تجر بالصراع الطائفي. ممكن للأحزاب أن تتقاتل على مصالحها، لكن اللعبة الطائفية قد انتهت. الناس لديها وعي. متوهم متوهم، لا نكذب على شعبنا بهالإعلام مالنا. لا احنا ما نريد نكذب شيء، ما نريد نكذب، لا بمراد التذكير. التعريف مهم، نحن نتذاكر بس نتذاكر لنصل للحقيقة. نجم انت لا تنسى انا رئيس المركز الوطني للتقريب الديني في العراق، المؤسسة اللي مسجلة رقم اجازتها 49 يوم 30/3/2011، يعني قبل مؤسستي بس 38 مؤسسة، 48 مؤسسة بالعراق، وأنا المؤسسة الوحيدة المختصة بهاي السالفة مع الأديان والمذاهب والتقريب والحرب الطائفية. أنا أقول لك الحقيقة عزيزي، المراجع الدينية السنية إجا الشيخ عبد الملك السعدي للأنبار 2014-13 قبل لا تصير طائفية وداعش، وقال الشيعة منك من الأنبار من ساحة الاعتصام، قال لهم يا شيعة العراق، أنا عبد الملك السعدي المفتي العلامة الفقيه الكبير علامة الدنيا كلها، أنا أقول لكم أنا صديق للنجف والمراجعها، وأنا شيعي بقد ما أنا سني. هذا المرجع الأعلى سيستان السنة زين. وقال للشيعة اسمع، قال لهم تعالوا نجتمع في سامراء نفسها أو بحضرة أمير المؤمنين الإمام علي، ونقعد الطرفين السنة والشيعة نتفاهم من أجل وأد الفتنة. ما حد احترمه السستاني المرجع الأعلى للشيعة من ذاك اليوم يحكي انت لا تقول لي السلاح والمال بيد من؟ بيد الطائفيين. إذن الطائفية بيد الطائفيين، مو أنا وانت راح نسويها. زين. الشيء المهم بس هاي النقطة الأهم، الأهم. الشيء الأهم، تخيل نفسك دولة من ذن الدول، الأردن، السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، تركيا، إيران، يباوع هاي 150 مليار بتعاطيط وبيدهم سلاح. لو الآن تتحول كاتيوشا ورصاص يبدي بيناتهم، بس بعدين الشظايا توقع علينا، لو نشوف لنا حل، لأن هذول لا يعرفون يحكمون بلدهم، وبنفس الوقت جاي يأثرون على بلدان. إحنا نريد استقرار، نريد نبني، نريد شعوبنا ترتاح. شنو ذنبنا إحنا؟ والله التيار والإطار ما يريدون يتفاهمون من 2003 لهسه. الشيعة عاجزين هسه هذا العنوان ما يردون يتفاهمون. خلي ندخل بالمؤامرة.